سلام البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جيت بالفيديو جديد ان شاء الله، غادي نوجدوا مع بعضتنا البنين. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، بقاو مع المقادير. عندي هنا كاس كبير ديال الحليب دافي، عندي هنا ثلاثة الكيسان ديال الطحين، طبعا نفس القياس ديال الحليب، عندي شويه ديال الملح، عندي ثلاثة المعالق ديال السكر، يعني كيعادل 30 غرام ديال السكر، عندي معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، عندي معلقة كبيرة معمرة مزيان حتى هي يعني 30 غرام ديال الزبدة، خاصها تكون بالحرارة ديال المطعم، المهم الحرارة ديال المطبخ. عندي هنايا واحد البيضة. المهم البنات نبداو نخلطو مع بعضنا المقادير. كيف ما كتشوفوا معايا البنات كنعملوا البيضات، وطبعا المواد السائله هي الاولى مع السكر والمليحه، عاد كنبداو بالطحين. وكيف ما قلت لكم البنات ديك المعلقه السكر خليتها على جنب حتى نجمع العجينه المره الاولى وخليها ترتاح من 10 ل 15 دقيقه، عاد غادي نرجع لها ونركب ديك الزبده، عاد نخليها ترتاح من 40 ل 30 دقيقه، يعني من نص ساعة ل40 دقيقة. المهم البنات انا ديك ثلاثة الكيسان طحين، كيف ما كتعرفوا كل طحين وكيفاش النوعية ديالو، انا هذا الطحين اللي عندي ما كفتنيش ثلاثة الكيسان، زدت الربع ديك الكاس، يعني الكاس اللي عبرت به الربع ديالو باش نجمع لي العجين كيف ما كتشوفوا. المهم البنات انا عجنته مزيان وغنخليه يرتاح ديك من 10 ل15 دقيقة، وعاد غنعاود نرجع له باش ندلك فيه ديك الزبده مزيان. بقاو معايا الفيديو حتى الاخر. صافي البنات هنا من بعد ما رتحت العجينه ديالي 10 دقائق، خليتها غير 10 دقائق، صافي هنا كنفتحها باش كنعمل غنعمل فيها الزبده صافي. وغادي اصلا هذاك فاش انا كنعجن غير صغير ما عطانيش المساحه فاش نعجنها مزيان، غادي نزلها فوق الورنيه وغادي نبقى العجنه مزيان، يعني باش تخدم مزيان خصكم ديما المساحه الخدمه تكون كبيره باش تقدر تخدمها. وطبعا اللي عنده العجانه بغى يعمل فيها كيعمل فيها، انا خدمتها بيدي يعني حسن. وصافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا غنبدا العجنه، وفواحد اللقطه البنات غتبان لكم العجينه بحال اللي كتقطع. اول مره اللي جربتها انا غير بدات كتقطع العجينه في يدي، قلت ما يستقليشي صافي، بقيت هكذا كنعجن فيها كنخدمها مزيان، شويه بشويه بدا كيتجمع لي العجين ديالي حتى رجعت عجينه عاديه. شوف كيف ما كتشوفوا البنات رجعت كتلصق مع ديك الزبده، مع يعني كيف ما كتشوفوا صافي. واحد شويه غنبقى نخدمها مزيان، ما كنزيدو طحين ما كنزيدو حتى حاجه، خصها الخدمه مزيان وصافي. صافي البنات هنا انا كنعجن فيها مزيان وغادي نخدمها مزيان حتى تبدا تجمع لي.
هانتوما البنات كتشوفوا معايا ها كيفاش العجينه كتبقى كتجي شي قاصحه بزاف، كنبقى شويه كتلصق. صافي البنات دابا غادي هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا دابا غنخليها من 30 دقيقه حتى 40 دقيقه، وعاد غادي نعاود نطلقها باش نقطعها ونسخن الزيت ديالي ونعملها تقله. خليكم مع الفيديو. صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خمرت خليتها انا 40 دقيقه طلقتها مزيان وكنقطع بهاد طابعه الحلوى. صافي البنات غنقطعها كامله وبعد منه ما غنعاود نقطعو من الوسط شويه ماشي كاملين، غنعمل هيدا وهيدا. صافي ديك الساعه البنات تقدروا تخليوهم يخمروا شويه، انا ما خليتهمش يخمروا حيت كنت مزروبه، تقدروا تخليوهم يخمروا شويه عاد تقليوهم في الزيت وكتعملوهم طبعا في السكر واللي كيعجبو في حدا. بقى انا ما كيعجبونيش بالسكر، كيعجبوني هكداك وها كيفاش كيجيو ماشي غلطين ماشي رقاقين. تقدروا تعملوهم حتى السكر مع القرفه كيجيو مزيانين لكل اختيار.
وكيف ما كتشوفوا البنات ملي قطعتهم كاملين كيف ما قلت لكم تقدروا تخليوهم يرتاحوا شحال ما خليتوهم يرتاحوا حسن. انا ما خليتهم شي كيف ما كتشوفوا قليتهم هنايا كنت كنقلي ونعمل في السكر شويه تحمروا لي حيت كانت معايا بنتي ما كتعرفوا مع العافيه وهذا وهي كيعجبها تمد يدها بزاف حتى هي طيب تحمروا لي واحد شويه بالحق البنات اللذه اللي فيهم غزلان وكيف ما كتشوفوا معايا تشوفوا من داخل غزلان غزلان جربوهم. المهم البنات ما تنساوش حدا ايمان جيم وتعليق ومتابعه مع تفعيل الجرس. مع السلامه حبيباتي فيديو مجي ان شاء الله بيزو.